السلام عليكم البنات، نتمنى لكم تكونوا بخير او على خير. مرحبا بكم في القناه وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشوفوا طريقه ديال الدجاج مدفون في الملحه وطيب في الفران. طريقه اللي سهله وما كتكلف لا مقادير لا حتى شي حاجه. يكفي ان غادي تكون عندنا دجاجه او قطعه ديال الدجاج اللي ديجا مغسول ومنقي، واما بايت في الثلاجه اما الا كان جديد غنخليوه في الثلاجه 6 سوايع تقريبا على الاقل. زعما واحد الكميه ديال الملحه اللي انا هنا تقريبا الدجاجه ماشي كبيره ماشي صغيره، المهم متوسطه، خذت ليا أربعة ديال الباكيات هذوك العاديين اللي كنطيبوا بهم. هي لا توفرت الملحه اللي شويه خشينه فتكون احسن، ما متوفره صافي نديرو غير الملحه ديال الماكل زعما ديال الطعام عادي. هنا فرشت واحد الكميه معقوله ديال الملحه في اللاطه في الطاوه ديال الفران اللي درت عليها الورق ديال الفرن، وحطيت هذيك الدجاجه وكنرجع نغطيها بالملحه. كتغطى مزيان بالملحه ما يبقى يبان لنا فيها حتى شي حاجه ديال الدجاج. بعد ما هنا يعني درت جوج الباكيات لتحت وجوج باكيات الفوق صافي. من بعد ما غادي نغطيها مزيان غادي نكون شعلت على الفران اللي سخن مزيان، خاصو يكون سخون مزيان. كل فران ديال الغاز كل فران ديال الضو، المهم على الاقل واحد 4 ساعات غنشعلو الفران ونخليوه مشعول من الفوق والتحت ونخليوه يسخن على عافيه مجهده. من بعد ملي غندخلو ليه الطاوه غادي نردوها في عافيه متوسطه وغادي نخليوها ما بين ساعه ونص حتى ساعتين قل ربع صافي، حتى غتبقى تبان لينا الملحه تحمرات وشي طريفات فيها بحال كتحرق اولا بحال كتولي الملحه بحال قهويه، اللون ديالها قهوي. المهم راه غادي تبان لكم بان الدجاجه طابت في هاد العلامات هادو. هنا من بعد ما غنكمل غندخلها الفران ونرجعوا نشوفوها ملي طيب. هنا من بعد ما خرجتها من الفران دازت تقريبا ساعه ونص، خرجتها من الفران صافي كنبقى نهرسها بشي معلقه ديك الملحه حيت كتكون قاصحه بزاف وسخونه، يعني ردوا بالكم راه كتبقى شاده واحد السخونيه مجهده. فنبقاو نهرس ديك الملحه ونزولها غير بشويه باش ما نحيدش ليها ديك الجلده، راه كتزول بسهوله زعما ماشي كتلصق عليها ولا شي حاجه. وصافي غنبقى بشويه بشويه حتى نحيدها كلها ونحطها في الطبق. انا هنا رافقتها شي شويه بشويه ديال الشلاضه حيت طبيعه الحال ما فيها لا مرقه لا حتى شي حاجه، درت معها شويه ديال الشلاضه كل واحد يدير اللي متوفر عنده. وهذه هي الدجاجه ديالنا بعد ما طابت. كنتمنى والله انكم البنات تجربوها، كتجي غزاله 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 بزاف ولذيذة، وواحد اللحم ديالها طيب زوين بزاف. كنتمنى ان الفكره اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش كيف ديما دعموني بلي لايك ديالكم وتشاركوا في القناه ديالي، وشكرا لكم بزاف.